تم اليوم إجراء القسم الافتتاحي للنشاط التفاعلي التكاملي لطلاب المرحلة الثانية في كلية الطب جامعة الكفيل، اللي يستخدم مجموعة من الوسائل التعليمية الحديثة التفاعلية اللي تعتمد على تعلم الطالب وليس التلقين من قبل الأستاذ. طبعا شرفنا الأستاذ نورس الدهان رئيس الجامعة وقيادة الجامعة في افتتاح هذه الفعالية، وحضرها أيضا عدد من الأساتذة من بقية الكليات من محافظة النجف وكربلاء لحضور هذه النشاط الحديث حقيقة في التطبيق. الغاية من الموضوع أنه إحنا نرتقي بأساليب التعلم ونؤسس إلى كلية تكون من أفضل الكليات في العراق بالمستقبل القريب إن شاء الله، واللي كل هذه الأساليب هي تكون جزء من المتطلبات الاعتمادية المحلية والدولية، واللي إن شاء الله كلية الطب جامعة الكفيل تعمل عليها بالفترة القادمة. امتازت جامعة الكفيل بحلقات النقاش المفتوحة. اليوم تواجدنا قاعة الطابق الأرضي من كلية الطب، وكانت عبارة عن ILA اللي هي حلقة نقاش مفتوحة. تفضل الدكتور هلال الصفار أحد دكاترة المادة الفسيولوجي في جامعة الكفيل، وسووا فد بلاي رول اللي هو كيس سيناريو، وتكلمنا عن الساين السبتوم، وصار على شكل سمال أو سب جروب نقاشات مفتوحة بين الطلاب، وتكلمنا عن السبتوم الساين، الأسئلة اللي ممكن تسألها، وبالتالي الفائدة من هذه الأسئلة كلها تنبط الجانب النظري بالجانب العملي. فباشر عقب إن شاء الله من تخرج من دكتور مقيم أو مقيم دوري، فتكون متهيب متكيف لكل الأوضاع اللي تجيك. ممكن تجيك أي كيس، ممكن كارديوفاسكولار سيستم، ممكن ستروكس، ممكن انفكشنز، ممكن اني بروبلم ان ذا بيشنت. جامعة الكفيل، إبداع وتميز ورصانة.